اهلا بيكم في الجزء الثاني من ريمونتادا. كان بيتقال ان ريمونتادا لما كانت جزء واحد كانوا بيدعوا علينا، دلوقتي مش عارفين ايه اللي هيحصل. في ريمونتادا الجزء الثاني هنتناول تناولهم لفكره بيان النادي الاهلي وفكره تكافؤ الفرص، لان دي محاوله لضرب بيان النادي الاهلي في مقتل. هنطلع نشوف الفيديو ده ونبدا نفند فكره ريمونتادا الجزء الثاني. تكافؤ الفرص يا جماعة بيقول إن كل الفرق تروح تلعب في الإسماعيلية وكل الفرق تستقبل النادي الإسماعيلي على أرضها. تكافؤ الفرص بيقول إن أنا ملغيش مباراة رسمية عشان خاطر في نادي عايز يلعب مباراة ودية. تكافؤ الفرص إن مش من حق أي اتنين ناديين يتفقوا مع بعض على إنه النبي معلش أنا تعبان عايز ألعب الدور الأول على أرضي وأنت بقى ألعب الدور التاني على أرضك، وبعد كده لجنه المسابقات توافق. مفيش حد في الدنيا في العالم، يعني ما ينفعش مثلا هديكم مثال، مثلا ما ينفعش الارسنال ومثلا بيلعب ليفربول فرئيس نادي الارسنال يكلم رئيس نادي ليفربول فيقول له النبي معلش بعد اذنك والنبي بس احنا تعبانين لسه جايبين، كان عندنا ماتش مثلا في اسبانيا فجايين تعبانين شويه والنبي بعد اذنكم، فالنبي معلش ممكن تخلي الماتش بتاعي على ارضي الاول والماتش الثاني، فرئيس نادي ليفربول عناية ليك يا رئيس نادي الارسنال ده انت تؤمر يا حبيبي، فيروح كلمين رابطه المحترفين في الدوري الانجليزي فيقولوا لها معلش احنا هنغير الماتش، فرابطه يا سلام انتوا مش اتفقتوا مع بعض يعني من عين دي قبل العين دي، يعني ده كان بيحصل عندنا. هنرد على الفيديو ده في ثلاث نقاط. النقطه الاولى هي في تكافؤ الفرص فكره الاهلي هو الفريق الوحيد اللي بيروح ما بيلعبش في الاسماعيليه. اولا النادي المصري والنادي الاسماعيلي بيلعبوا في استاد برج العرب لاسباب امنيه، النادي الاهلي مش هو المنوط بيه ابدا فكره الحصول على الموافقات الامنيه للعب في الاسماعيليه، زي ما انت يا كابتن خالد كنت بتذكر دايما ان الموضوع متعلق بموافقه امنيه او زي ما قلت احنا ملناش دعوه ده قرار الامن. نيجي كمان يا كابتن خالد لفكره مهمه جدا وهي ان الاهلي في المباراتين لما بيلعب مع الاسماعيلي بيلعب المباراتين في برج العرب، اذا زي ما الاسماعيلي بيخسر افضليه لعبه على ملعبه النادي الاهلي بيخسر افضليه اللعب في القاهره. المنطق المنقوص والمغلوط ما بيوصلش المعلومه كامله. بس الاهم من كل ده كمان هو مين كان بيبقى بطل الدوري لما كنا بنلعب في الاسماعيليه؟ تصدير المغالطه وكان في كل مره كنا بنلعب في الاسماعيليه ده كان تاثيره ان النادي الاهلي ما بياخدش الدوري او ده اخل فكره ان الزمالك كان البطل مثلا، ده شيء مش حقيقي. النادي الاهلي فاز على الاسماعيلي في الاسماعيليه مرتين بنتيجه 6-0، اعتقد ده مؤشر لان النادي الاهلي لما كان بيلعب في الاسماعيليه وكان الاسماعيلي بيجي يلعب في القاهره كان برضو النادي الاهلي البطل. استخدام ده في محاولة ضرب بيان النادي الاهلي في فكرة تكافؤ الفرص اللي هي اساس البيان، دي استعرضنا للخطوات بتاعت محاولة التضليل في فكرة تكافؤ الفرص وازاي هنرد عليها، ووضحنا اول نقطة يا اسامة. لا ده انا كمان هزيد على كلامك ان النادي الاهلي هو المتضرر. انا يعني قرار ان المباراتين يكونوا في برج العرب ده قرار بيجور على حق النادي الاهلي، وده قاله الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، قال لو كنا سيبنا الامر ان كل نادي يجيب موافقه امنيه النادي الاهلي هيعرف يجيب موافقه امنيه ان النادي الاسماعيلي يلعب في القاهره، لان مفيش شغب حصل في القاهره لنادي الاسماعيلي قبل كده، لكن النادي الاسماعيلي هو اللي ما كانش هيعرف يجيب موافقه امنيه ان هو يلعب في الاسماعيليه، فبالتالي الاسماعيلي مباراته اللي في الاسماعيليه هتتلعب بره سواء السويس بقى وبرج العرب، لكن في المباراه اللي هتتلعب في القاهره، فكون الاثنين يروحوا برج العرب فانا كنادي اهلي المتضرر، انا اللي ممكن اسال عن تكافؤ الفرص مش انت يا كابتن خالد، لكن الحقيقه هو اتكلم في نقطه ثانيه وقال تكافؤ الفرص ما لعبش مباراه وديه والغي مباراه رسميه. الحقيقه انت عندك حق، نادي الزمالك تاريخ 6 اكتوبر راح لعب بطوله وديه وهي بطوله السوبر المصري السعودي، اللي بيتحكم في تحديد توقيت المباراه هو الاتحاد المصري مشاركه مع الاتحاد السعودي، يعني توقيت المباراه مش ملزم، يعني ممكن اختار توقيت للمباراه دي بما انها بطوله وديه ان انا العبها في اي توقيت بعيدا عن الارتباطات الرسميه، لكن ده ما حصلش. تم تاجيل مباراه الزمالك والاسماعيلي تاريخ 6 اكتوبر عشان الزمالك يلعب مع الهلال السعودي مباراه وديه. ده الاهم من كده، قبلها باربع ايام تم تاجيل مباراه الزمالك وبيراميدز عشان الزمالك ملوش مزاج يلعب بالاتفاق بين الناديين
يعني ملوش مزاج يلعب مباراه، قال انا مش هلعب، والنادي الثاني قال خلاص احنا موافقين مش هنلعب، فاتحاد الكره قال امين ولعب بيراميدز مع بتروجيت بتاريخ 3 اكتوبر. فلو بتتكلم عن مباراه وديه ومباراه رسميه هنجيب لك كل نقطه منطبقه مع نادي الزمالك مش مع النادي الاهلي. الجميل بقى يا احمد ان النقطه الثانيه بتنقلنا للنقطه اللي بعدها، فكره ناديين اتفقوا ان يتم تاجيل المباراه عشان خاطر انا هروح العب مباراه وديه، بس ما كانتش دي السابقه الوحيده اللي حصلت. هنيجي لمباراه الزمالك والجونه نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب ونشرح لكم القصه بتاعه مباراه الزمالك والجونه كامله. لجنه المسابقات بتوافق على طلب الزمالك، الزمالك عايز المفروض الزمالك يلعب الجونه في الجونه الفتره اللي جايه، بس الزمالك طلب ان يلعب المباراه بتاعه الجونه دي في الدور الاول على ملعب الزمالك في القاهره، عشان الزمالك عنده بعديها مباراه الاتحاد السكندري في البطوله العربيه، والجونه وافق وتم تبديل اللقاء ما بين الزمالك والجونه، الزمالك هيلعب مع الجونه الاول. هنلعب لعبه حلوه، هناخد الفيديو ده من زاويه كابتن خالد الغندور، بمعنى الاهلي هيلاعب الجونه في الجونه وعنده مباراه مع فريق مصري في البطوله العربيه اللي هو الاتحاد السكندري، فهنلاقي فجاه ان لجنه المسابقات نتيجه الاتفاق بين نادي الاهلي ونادي الجونه خلوا نادي الجونه يجي يلعب في القاهره عشان يريحوا الاهلي لماتش الاتحاد، النادي فريق مصري زيه بريحه بدي الاهلي افضليه عشان لما يروح يلعب الاتحاد ما يبقاش تعبان. طب ايه رايك يا كابتن خالد، كل ده عمله الزمالك وحضرتك بتقول ان مفيش ناديين يرتبوا المباريات او يغيروا او يبدلوا المباراه اللي هنا بدل اللي هنا، ايه رايك يا كابتن خالد في اللي عمله الزمالك؟ ما طلعتش رفضت ده ليه وقتها؟ اكيد مش هتطلع ترفض، بس على الاقل ما تجيش تلصق بينا تهمه انت عملتها وبشكل غريب جدا ان كان الطرف الثاني نادي مصري، يعني ريحت نادي الزمالك عشان يقابل نادي مصري يبقى ليه افضليه عليه، شيء غريب يا اسامه. الا اذا اعتبرنا نادي الاتحاد السكندري مش نادي مصري. الاتحاد السكندري التونسي مثلا. التونسي او الجزائري. الحقيقه كابتن خالد الفيديو اللي انت عملته عن تكافؤ الفرص ده بصراحه يعني لما جينا نرتبه كده لان بتدينا هديه بجد والله، ان كل نقطه اعترضت فيها على مبدا تكافؤ الفرص لقينا واقعة أو واقعتين لنادي الزمالك. عارف يا أحمد من أهم مميزات الفيديو ده إن خلانا نقدر نبروز بيان النادي الأهلي في فكرة تكافؤ الفرص فعلا وإن أنت عندك قضية عادلة. بالتأكيد، وفكرة إن الانحياز التأكيدي اللي دايما بيصاب بيه البعض هي فكرة إن أنا بشوف الأمر من وجهة نظري فقط لا غير وبتغاضى عن أخطائي، ولما يحصل ده إذا اعتبرنا خطأ خلاص طالما نادي الجونة وافق ونادي الزمالك وافق. الفكرة كلها لو كانت الراحة الفريق غير مصري لكن كان نادي الاتحاد السكندري، لكن كابتن خالد الغندور كان عنده تصريحات تانية فيما يخص تكافؤ الفرس. تعالوا نشوف كابتن خالد ونرجع تاني. انت بتحط سيستم ونظام يمشي على الجميع، وسبحان الله من يرفض تأجيل المباريات هو نفس الفريق اللي يعني تدخل الأمن قبل مباراته مع بيراميدز بأقل من 48 ساعة في الفجر، وتم اعلان عدم اقامه اللقاءات كلها عشان ماتش الاهلي والبيراميدز ما يتلعبش من الاخر يعني. ايوه عشان حفظ ماء وجه مين؟ الموضوع ده ما ينفعش ابدا يا جماعه نقارنه بفكره اللي حاصل حاليا وفكره مباراه متحدد موعدها بين الاهلي والزمالك ويتم التاجيل. الحقيقه الكابتن خالد يعني كمان بيتكلم في فكره ان الامن تدخل وعمل الجواب ده او الخطاب ده عشان يحافظ على ان النادي الاهلي ينسحب او ما ينسحبش. اعتقد انا جميعا مش انا بس نربى بان الامن يتدخل هذا التدخل، والحقيقه حتى النادي الاهلي كان موقفه واضح وسليم. وتعالوا نفكركم بالواقعه اللي هي كانت مباراه الاهلي وبيراميدز 27 فبراير. الواقعه دي كانت في الدوري العام، في الدوري العام، وكان اتحاد الكره قال ترتيب مواعيد مباراة الدوري العام واعلنها يوم 6 يناير وارسلها لجميع الفرق. محدش اعترض. ولا فريق اعترض، ليه محدش اعترض؟ لان وقتها كان بيقال ان النادي الاهلي مش هيهبط وان النادي الاهلي في المنطقه الدافئه واننا فزنا على صاحب المركز السادس واشياء من هذا القبيل. بمجرد ما وصلنا لنهايه يناير وبدا كيرف او مستوى النادي الاهلي يعلى والنادي الاهلي حقق فوز ورا فوز ورا فوز، بدات الفرق تاخد بالها، ايه ده؟ ده النادي الاهلي رجع، ده النادي الاهلي بيكسب، ده النادي الاهلي هو معقول المنطقه الدافئه هو هيعملها معانا تاني زي هو الرهوان ما عملها معاك تاني. فبدا في 30 يناير يبدا بوادر الازمه.
ازاي النادي الاهلي يلاعبني او يلاعب بيراميدز 27 فبراير قبل ما يلاعب الزمالك الدور الاول اللي كان متاجل بناء على حاجه خالص بعيد عن النادي الاهلي. بالمناسبه النادي الاهلي في الموسم ده لم يطلب تاجيل اي مباراه، واتحدى اتحاد الكره السابق او اعلام الزمالك حق يطلع اي خطاب للنادي الاهلي ان هو اجل مباراه. النادي الاهلي طلب بس تاجيل مباراه واحده اللي هي حرس الحدود لما كان مسافر وكان ميعاد الطيران بيوافق مباراه حرس الحدود. الحاج عامر حسين ما تتاجلش ده الحاج لا 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 ما تاجلش فعلا. الحاج عامر حسين قال مش شغلي. لا انا بقول ما كانش في مجال هنا ان هو لازم المباراه كابتن عامر الحاج عامر حسين كان لازم يخرج بالتصريحات دي، لان انت ما عندكش مجال ان انت تلغي المباراه بالظبط ولا اجلها ولا لغاها. وقال انا مش شغلي، النادي الاهلي يدور على تذاكر سفره براحته، المباراه هتتلعب مع حرس حدود يومها الطبيعي. وبالفعل النادي الاهلي التزم ولعب، وفعلا النادي الاهلي دور هو على تذاكر. لكن القصه انك تساويها بكده، لكن الازمه في ايه؟ الازمه ان طلع بعد ضغوط على اتحاد الكره اللي كان بيقبل الضغوط الموسم الماضي الا من النادي الاهلي، واعلن ان هيتم تغيير جدول الدوري وان المباراه هتتحول من مباراه في الدوري الى مباراه في الكاس. هنا مين اللي اخل بالتعاقد؟ هنا مين اللي اخل بنظام المسابقه؟ هو اتحاد كره القدم المصري بناء على ضغوط من انديه اخرى. نادي بيراميدز اللي كان بيقول ان ده نظام غير عادل في المنافسه لانه شايف النادي الاهلي في المنافسه ولازم النادي الاهلي يلاعب الزمالك، وتضمن معاه نادي الزمالك اللي كان موقفه غريب لان اتحاد الكره حدد مباراه الاهلي وبيراميدز اللي كانت في الدوري 27 فبراير انها تتلعب في الكاس، وحدد او 28 فبراير، وحدد مباراه للزمالك والمقصه 27 فبراير انها تتلعب في الكاس. وقتها الزمالك كان بيلعب في الكونفدراليه وكان محقق نقطه او نقطتين من الثلاث مباريات الاولانيين لما تعادل مع بترو اتلتيكو في القاهره. طلع وقتها رئيس نادي الزمالك رفض رفض تام، انا مش هلعب مباراه المقصه، ليه؟ انا مسافر هلعب مع بترو اتلتيكو وده واجب وطني والقصه والروايه. بعد يوم بالظبط طلع نفس الشخص ونفس المسؤول تحدث ان هو موافق على انه يلعب مباراه المقصه عشان يجبر النادي الاهلي ان هو يلعب وقتها مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس. فما ينفعش ابدا تساوي كل ده بمباراه معروفه في الجدول انها مباراه في الدوري. فكره انك تقول لي اصل الامن تدخل عشان يحفظ ماء النادي الاهلي، لا، النادي الاهلي كان موافق جدا يلعب مباراه لو في الدوري، لكن بما انها غيرت المسابقه اللي غير اللوائح هو اللي يتحمل والامن يحافظ على ماء وجهه هو مش وجه النادي الاهلي. ما هو ده يا احمد نفس النسق، انا مصمم على الجدول زي ما اتبعت فيما يخص انت بتبدل لي بتحط لي كاس، وما كانش فيه اعتراض. عارف لو كان فيه اعتراض من البدايه كنا ممكن قلنا ان ده شيء منطقي. واللي عايزين نتكلم فيه عشان هنا يا احمد انا كنت بستوقفك فكره مباراه زي حرس الحدود، هو الحاج عامر حسين يا احمد قال وقتها ايه؟ قال ان مفيش ما يسمح ان النادي الاهلي يتاجل له اي مباراه، النادي الاهلي جدوله مضغوط، النادي الاهلي هو حر في موضوع التذاكر ويختار تذاكر الطيران براحته. وكان عندنا مباراه مع مين؟ وقتها كان عندنا مباراه وقتها مع كنا بنلعب منافسه افريقيه. طيب تعالوا بقى نشوف الفيديو ده وهنفهمكم احنا ليه اتكلمنا في النقطه دي، نطلع للفيديو. الزمالك اما تم تاجيل اكتر من مباراه للمنافس بتاعه كان بيعترض، لكن ما كانش بيقول ان انا مش هيلعب. في الوقت اللي مثلا تم لعب مباريات واسابيع قبل اسابيع وتم يعني تاجيل مباريات اكتر من مره، يعني مباراه تتاجل وبعد كده تحدد ميعادها وبعد كده تاجل تاني وبعد كده تحدد ميعادها وبعد كده تاجل تالت، يعني اكتر من مره، وكمان بانتقالات صيفيه وشتويه وصيفيه. حصل ده ولا ما حصلش؟ حصل. كل ده بيدل ان مفيش مبدا تكافؤ الفرص. مفيش مبدا تكافؤ الفرص، والنادي الاهلي اتقال له روح اتصرف في تذاكر الطيران بتاعتك شوف انت عايز تعمل ايه. طب نادي الزمالك اللي كان عنده مباراه مع الانتاج الحربي في الدوري وكان بيلعب عنده مباراه ثانيه مع النجم في افريقيا بعدها، طلب نادي الزمالك تأجيل المباراة، اتحاد الكورة في البداية حاول يحافظ على إقامة المباراة يوم 1 مايو ولكن أصر نادي الزمالك على التأجيل بحجة أنه هو عنده منافسة أفريقية وده واجب وطني. اتحاد الكورة حس أن المسابقة بالشكل ده هتبوظ، عمل إيه اتحاد الكورة؟ قال أنا عايز تعهد منك أن المباراة دي هترجع تلعبها يوم 15 وأن أنا هبدأ أضغطك هتلعب 3 مباريات لما ترجع تلعب يوم 9 ويوم 12 ويوم 15. نادي الزمالك خرج منه موافقة كتابية أنه هو هيلعب يوم 9 ويوم 12 ويوم 15 المباراة اللي تأجلت مع الإنتاج. اتحاد الكورة قال كويس حل وسط، أنا هنا مفيش أي أفضلية لنادي الزمالك، اتأجلت له المباراة بس رجعت لعبت مباراة مضغوطة عشان أحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص.
راح الزمالك لعب في افريقيا، رجع الزمالك، تعال العب مباراه الانتاج مش لاعب. طب ليه؟ لا انت كده بتضغطني، انا هلعب يوم 9 يوم 12 وفعلا ما اتلعبتش مباراه الانتاج يوم 15. عايز اخدكم بقى لحته تانية، ان تخيلوا لو كان الاتحاد حافظ على المبدا اللي عنده خطاب رسمي بيه ان الزمالك يلعب يوم 15، كان فرق معانا ان احنا كنا ممكن انهينا الدوري قبل بطوله الامم، وكان خطاب النادي الاهلي اللي قال وقتها ان البطوله يتم انهاءها قبل بطوله الامم كان بقى ليه سياق منطقي في عدد الايام قابل للتطبيق بعكس ما حصل. فواضح يا كابتن خالد هنا مين اللي كان بيأجل مباريات وما بيلتزمش بيها، مين اللي كان بيغير في مواعيد المباراه، شيء واضح جدا يا ومترتبه شيء سبحان الله. قال لك مباراه تتأجل مره واثنين وثلاثه، ده هو شرح القصه. اه فتطلع مباراه الزمالك والانتاج الحربي هي اللي تتأجل مره واثنين وثلاثه. لكن الشيء اللي انا مستغرب له في الفيديو اللي احنا استعرضناه ان كابتن خالد كان بيقول الزمالك ما كانش بيعترض. يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، الزمالك ما كانش بيعترض لما كان بيتقال انا هطلع من برج العرب على الجزائر ومش هلعب المباراه بتاع المقاولين، الزمالك ما كانش بيعترض؟ ده لا كان بيعترض وما كانش بيلعب، وكان بنبدا نوفق على مواعيد نادي الزمالك، المباراه دي انا مش هلعبها، كان بيعلن نادي الزمالك التاجيل مباراته قبل ما اتحاد الكره يعلنها. فانت كلام غريب يا كابتن خالد، والله والله كلام غريب النهارده. لكن النقطه اللي اتكلم فيها كابتن خالد واللي اعتقد هيفضل يتكلم فيها كتير زي موضوع نادي القرن، هي فكره انك تلعب المؤجلات صفقات يناير بتتلعب ومش والدوري ده اصلا هيتلعب فيه الدور الاول لما يمشي اصلا بانتظام 5 اسابيع بصفقات يناير. موضوع غريب جدا ولكن اجبرنا ان احنا نرد فيه، واذا عدتم عدنا كل ما تتكلم في المؤجلات لازم نرد فيه. واول نقطه في المؤجلات لازم نوضحها، واتمنى بقى اعمال العقل، ان هل التاجيل ده كان رفاهيه للنادي الاهلي ولا كان لتعارض؟ يعني انا دلوقتي النادي الاهلي بيشارك في بطوله محليه وبيشارك في بطولة افريقيا، لو الميعاد مباراتين تعارض لازم تتأجل البطولة المحلية، لأن أصلا الاتحاد المصري موافق على كده وموافق على 4 أندية يشاركوا. ده النظام المحطوط دلوقتي يا أحمد، عدد أيام قبل المباراة. طب لو المباراة ما كانش فيه مجال للعدد الأيام دي هتضطر تأجل، فده ما فيش مجال للكلام ده. ده اللي حصل مع النادي الأهلي في 9 مباريات المؤجلة، منهم 6 مباريات مؤجلة تعارض يومي، هنعرضها على الشاشة وتقدر توقف في أي وقت اللقطة دي من خلال اليوتيوب أو الفيسبوك وتشوف وتراجع التواريخ دي، لان النادي الاهلي اتاجل له مع الداخليه واتاجل له مع بيراميدز واتاجل له مع بتروجيت، ده كان الاسبوع 6 والـ8 والـ9، كان في الوقت ده النادي الاهلي عنده مباراه مع حوريه وعنده مباراه ذهاب واياب وعنده مباراه كمان مع النجم اللبناني ومباراه مع وفاق سطيف الجزائري، وكمان اتاجل له مباراه النجوم والجيش وسموحه برضه الارتباطات مع الترجي ذهاب واياب والوصل الاماراتي في السعوديه. المشاركات الافريقيه والعربيه بيقر بها اتحاد كره القدم، فلما تعرض المواعيد يعني انا بتكلم في بديهيات، يعني عارف انت لما تقعد تعيد وتزيد في بديهيات الامر بيكون صعب، يعني موضوع صعب جدا ومحتاج طولة بال. المباريات الثلاثه اللي تاجلوا للنادي الاهلي اتاجلوا اللي هي كان ذهاب واياب بينهم اسبوع، يعني الاهلي هيلاعب حوريه كوناكري بره السبت وهيرجع يلعبهم هنا السبت في مصر، ففي مباراه يوم الاثنين او الثلاث النادي الاهلي لما بيرجع من افريقيا 2 أو 3 فبتتاجل المباراه، مباراه ذهاب 2/11 مع الترجي التونسي ومباراه يوم 9 يعني 7 ايام هو اسبوع برضه ومباراه نهائي، فمش عايز مباراه زي دي تتاجل يا كابتن خالد. يعني موضوع تعبنا منه كتير جدا وما زلنا معاكم لعل التكرار يعلم الشطار ويوصل الهدف من الموضوع، زي ما حضراتكم بنستعرض مؤجلات النادي الاهلي. لكن في الوقت ده انا حابب اقول ان كمان مؤجلات نادي الزمالك اصلا للراحه كانت حوالي 5 مباريات، بل تعارض المباريات بس بين الاهلي والزمالك او الزمالك وبطولاته في افريقيا 2. الزمالك كان عنده كام اراحه والاهلي كان عنده كام اراحه؟ الزمالك كان عنده 5 مباريات لاراحته بالظبط، اذا اعتبرناها راحه يعني بين الاسبوع، والاهلي اللي شارك في 2 دوري ابطال افريقيا اللي طبعا موسم شهير ومضغوط ووصلنا كمان فيه للنهائي مع الترجي كان عنده 3 مباريات فقط لغير اللي هي صدفه انها بين الاسبوع. لكن الحقيقه الموضوع الاهم بقى، طيب يا سيدي هيقول لك لا احنا خلاص متفقين، انت برافو عليك، انت فعلا كان حقك يتاجل لك الـ9 مباريات، انت كان عندك تعارض في مواعيد المباريات، بس تعالى هنا بقى، هل انت كان عندك ان انت مزاج بقى انك تلعب بمزاجك وتلعب مباراه السهله الاول والقويه في الاخر او ترحل القويه ليناير وتلعب لي في 12؟ النادي الاهلي لعب في شهر 12 7 مباريات، مفيش نادي في مصر لعبها، انضغط النادي الاهلي في شهر 12 لعب 7 مباريات،
مباراتين فقط لا غير اللي اختلفوا ولعبناهم بعد يناير اللي هم مباراه بيراميدز اللي هي اتاجلت بسبب مشكله حصلت بين النادي الاهلي او مباراه النادي الاهلي وجيفا اصفا جيفارا جيما جيفارا الاثيوبي بره اتلاجلت يومين فبالتالي اترحلت ماتش الداخليه واتلعب ماتش بيراميدز يوم 4 ده كان ماتش المفروض يتلعب في ديسمبر وكذلك ماتش سموحه او ماتش المقاصه يعني هي في النهايه مباراتين لكن موضوع التاجيل لو الاهلي لعبه بدون ترتيب هل في انديه اخرى هي اللي لعبت بالترتيب والامر كان بس ميزه للنادي الاهلي يعني النادي المصري مثلا كان متاجله 6 مباريات هل لعبهم بالترتيب النادي المصري لعب 6 مباريات بدون ترتيب وثلاث مباريات لعبهم برضو قبل الانتقالات الشتويه وثلاث مباريات بعد الانتقالات الشتويه اما نادي الزمالك اللي الكابتن خالد الغندور بيتكلم عننا احنا في فكره مباريات مؤجله من الدور الاول تتلعب في الدور الثاني عنده ثلاث مباريات ما لعبش مباراه بالترتيب كان عنده مباراه بيراميدز لعب مكانها المصري لما كان المصري كابتن مصطفى يونس هو المدير الفني مش لا ايهاب جلال ولا حسام حسن مع احترام الاثنين واعتقد الامور واضحه جدا وقتها الكابتن مصطفى يونس خرج من كاس مصر من مركز الشباب مع احترامنا لكل الانديه واحترامنا لكل المسميات لكن تم اختيار المصري في توقيت ما هوش الاقوى للنادي المصري المباراه الثانيه اللي هي مباراه اللي المفروض كان لعبها الزمالك هي مباراه الاسماعيلي قابل فيها بيراميدز المباراه بتاعت المصري اللي المفروض هي ترتيبها الثالث واجه فيها الاسماعيلي بعد ما تم تسليم لا مش بس في اسوء احواله بعد ما تم تسليم الملاعب للجنه المنظمه لبطوله امم افريقيا فبقى النادي الزمالك في رفاهيه ان هو يروح الاسماعيلي بعيدا بقى عن خطابات الامن او هو خلاص مش رايح الاسماعيلي او مش رايح الاسماعيليه زيه زي النادي الاهلي ولكن للنادي الاهلي ميزه والنادي الزمالك عيب فموضوع قتله احسن وما زلنا بنعيده وزي ما قلنا لعل التكرار يصنع الشطار موضوع المؤجلات موضوع محسوم ومنتهي وموضوع ترتيب المؤجلات لو في نادي كان متاجل له مباريات ولعبها بالترتيب تعالوا من النادي الاهلي بالظبط يا احمد وعايزين نقول ان من اسهل الحاجات في العالم كله ان انت ترد على شيء رقمي يعني مواضيع التواريخ اللي تخص المؤجلات او صفقات يناير ده شيء رقمي يا احمد فبالتالي هو انت مش محتاج تدعي فيه لان كده كده الارقام بتوضحه ولكن الاصرار عليه هنا لا انا عندي الشيء الرقمي بيوضح بس قاصد ان انا ازرع في ذهن الناس زي نادي القرن زي ما احنا قلنا فكره مغلوطه محدش هيسمح ان شيء مغلوط يتم ترويجه جمهور النادي الاهلي كان بيقول ان احنا نرد لا لازم هنرد خصوصا ان الكلام تفنيده سهل جدا دي حاجه رقميه انما الحاجه الفلكيه مختلفه تماما فلكيه في الكوره طول عمرنا نسمع عن مبدا تكافؤ الفرص انما مبدا تكافؤ الشمس دي حاجه جديده جدا لازم نشوف الفيديو عشان نفهم ايه موضوع تكافؤ الشمس ده لان القصه كبيره قوي حتى زمان اما كان مثلا اللعيبه العاديه لعيبه الانديه يروحوا يلعبوا في اسوان تلاقي مثلا المقصه المقاولين الترسانه الانتاج يلعبوا في اسوان الساعه 3 فانا كنت ساعتها في برامج يعني والزمالك يلعب الساعه 5 باين ويجي الاهلي لاول مره في تاريخ اسوان في ذاك الوقت يعني يقرروا ان هم يلعبوا على الاضواء الساعه 8 ليه فنسال الحاج عامر حسين يقول لك عشان الدنيا حر والرطوبه مع ان كان ممكن ده مثلا بيبقى في عز الشتاء تلاقي مثلا الانديه اللي كانت بتلعب بقى المقاصه وبتاع بيلعبوا مثلا شهر 10 في الساعه 3 كان دول بني ادمين وكان الشمس مبدا تكافؤ الشمس مش موجود يعني مبدا تكافؤ الشمس ما بين كل الفرق مبدا تكافؤ الشمس مش موجود انا اعرف تعامد الشمس انما مبدا تكافؤ الشمس نحب نعرض الصوره الاهلي كان بيلاعب اسوان الساعه 8 الزمالك كان بيلاعب اسوان في اسوان مع اذان المغرب الدقيقه الاولى من المباراه ومكتوب حان الان موعد اذان المغرب هو كابتن خالد حسسني ان هو بيجيبوه يتعذب في الشمس وبعدين النادي الاهلي بيخلوه انا قصدي مش قصدي عليه هو اكيد قصدي على نادي الزمالك ويخلوا النادي الاهلي يلعب الساعه 8 حتى النصر التعدين لما لعب مع نادي الزمالك يوم 29 في اسوان 29 سبتمبر 2016 لعب الساعه 8 والاهلي لعب الساعه 8 فمحاوله ما كانش في شمس عند الفريقين اعتقد هو تاثير الشمس واضح بس ملوش علاقه خالص بمباريات النادي الاهلي كلام غريب جدا مبدا تكافؤ الشمس بدانا ندخل في قواعد كونيه لما خلصنا المؤامرات الدنيويه كان مهم نستعرض ده ولما قلت ردوا ردينا في كل حاجه تخص تكافؤ الفرص واعتقد الحلقه دي مرجعيه لاي حد من الاهلي او من المنافس يقدر يرجع ليها الاهم يا فارس ان الردود احنا بنجيبها
منهم فيهم. يعني احنا ما بنتدخلش باي حاجه في ردود، احنا كل الحكايه لما بيتقال معلومه غلط عن النادي الاهلي بنرددها. وما زلنا بنؤكد ونؤكد في كل حلقه، موضوع التناول موضوع بديهي جدا، موضوع طبيعي جدا، وهنا مبدانا التناول، ولكن منهجنا عدم التطاول. في فرق كبير جدا بين انك تتناول وانك تتطاول. اعتقد حلقه دسمه، ونتمنى ما نكونش اثقلنا عليكم ساعتين المره دي يا فارس. اعتقد اتمنى تكون بدايه موفقه لفكره الساعتين ان شاء الله. وعايزين بس نقول حاجه يا احمد قبل ما تختم، ابن النادي الاهلي او ابناء النادي الاهلي مش هم بس اللي اتولدوا جوه النادي، لان حتى في الانبياء ممكن يكون عندك ابن ولكن تكتشف ان الابن ده فيما بعد انت حزين ان هو ابنك. رساله موجهه لناس معينين اكيد هم فاهمينها يا احمد. هم اكيد فاهمينها ومش عايزين نخوض في التاريخ، لكن في مواقف كتير جدا بتبقى واضحه جدا وبتبقى باينه جدا، واللي مطلع على تاريخ النادي الاهلي هيكتشف ان احنا مثلا دوري في السبعينات ما خسرناش غير دوري واحد. صحيح هو احنا خسرناه بفارق هدف اعتباري، مباراه الزمالك والمحله الشهيره، لكن كانت حصلت تكه كده من هيديكوتي لما حب يمنح شاره القياده للكابتن محمود الخطيب، ازمه كبيره حصلت وقتها، واللي اعترض هو يعني ترتيبه الرابع في استحقاق شاره الكابتن. نتمنى من الجميع الاتساق مع الذات، ونتمنى من الجميع ان اللي من ارتدى تيشيرت النادي الاهلي يكون دايما مقدر فضل النادي الاهلي عليه. حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي زي ما قلنا شعارنا، تناول بلا تطاول، ويا رب ما تكونوش يا رب ما نكونش اثقلنا عليكم الساعتين دول، وتكون بدايه موفقه، وان شاء الله نلتقي على خير على حب الاهلي متجمعين. نشوفكم الجمعه الجايه. سلام.